السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين على أحسن سنين في مصر. هوات الصيد البري والبحري، قناة مؤمن بركودة لتعليم الصيد البري والبحري. وإن شاء الله يا جماعة النهاردة طالعين طالعة كده، أنا والحاج هشام، رجل أخ وعزيز عليا جدا جدا ومعايا طول العمر في موضوع الصيد البري ده، وإن شاء الله تبقى رحلة موفقة بإذن الله. تابعوني وادعموني وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب عشان اقدر استمر ان انا اقدر افيدكم في الهوايه. صباح الفل لحاج هشام. صباح الخير. صباح الفل عليكم. معانا النهارده السكاي هوك مع الحاج هشام، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك له فيها يا رب. وانا معايا البي اي 10 ارتميدس البي 10، وربنا يسهل لنا الحال ان شاء الله. بسم الله الله اكبر يا جماعه، ادي فرد امامهم ما شاء الله تبارك الله. اهو يا جماعة ما شاء الله ولا قوة الا بالله. تابعوني على قناة مؤمن بركودة لتعليم الصيد البري وتعليم الصيد البحري. اهو يا جماعة ما شاء الله الفرد اهو، بسم الله ما شاء الله، حوالي مسافة 20 متر. صباح الفل عليكم. اللهم صل على النبي، الله ينور حاج هشام. دينا السكاي هوك يا جماعة ما شاء الله يا جماعة، بسم الله، ما تنسوش دعمكم ليا. بالبندقية البيتين هو طبعا بيبص اهو، مستخبي ورا الفرع. ادي التالت ما شاء الله. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله يا جماعه. بندقية جميلة جدا يا جماعة السكاي هوك، وجميلة جدا ودقيقة، بس طبعا لازم التعديلات اللي انا عدلتها للحاج هشام اللي نزلتها لكم في الفيديو، اللي انت بتعدل الكاتم بتاعها وبتقلل سرعتها شوية عشان توفر معاك في الضرب وفي التانك، ودي حاجات انا ممكن اعملها مش هتكلفك حاجة وممكن انت تعملها برضك. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الفرد فين يا جدعان؟ ما شاء الله اهو يا جماعه، جنب الكيس هناك اهو، حاج هشام راح يجيبه ما شاء الله تبارك الله. دي يا جماعه البندقيه ديانا السكاي هوك مع الحاج هشام، تمام ما شاء الله. معاكم كابتن مؤمن بركودة يا جماعة، قناة مؤمن بركودة لتعليم الصيد البري وتعليم الصيد البحري. الله ينور حجيجة.